46 سنة كنت في الخطيب، كنت في الكابتن الكرامي، واللهم صل على النبي كان مصطفى يونس، وكان ناس يعني محترمين، وكان حب النادي الأهلي، وشفت الناس دول كانوا بيتعاملوا مع العمال كان ازاي، يعني حبايبنا يعني كويسين. وكابتن عبد الرحيم برضه اشتغل معايا، كان في الجزيرة هو الوحيد، وجبت عم حارس. وكابتن كرامي ده كنت اروح معاه برضه، كان في المنتخب كنت اروح معاه في اي حته اروح معاه. وكابتن الخطيب وكابتن وربنا يشفي كابتن الخطيب ان شاء الله كده ويقوموا بالسلامه، واللهم صل على النبي. وكابتن مصطفى برضه ما كنت انا تعبان برضه، صلي على اوضه المدربين، والمدربين كويسين معايا، واعتبر دول اخواتي وبيتعاملوا زي كل حاجه يعني. وكابتن امين كويس معايا، وكابتن الكرامي وبيعزني جدا برضه. انا هنا من سنه 79، بقى لي 41 سنه في النادي الاهلي. عصرنا طبعا اجيال بقى، كابتن محمود الخطيب، وكابتن حسن حمدي، وكابتن طاهر ابو زيد، وكابتن ربيع ياسين، وكابتن مختار، وكابتن فتحي مبروك، وكابتن اكرامي، وكابتن ثابت الله يرحمه، وكابتن احمد شبير. ابتدانا بقى كابتن حسام حسن وابراهيم حسن، وانت ماشي بقى كل الاجيال اللي موجوده حاليا في النادي الاهلي. العامل العنصر الاساسي في المنظومه يعني، هو مسؤول عن كل حاجه، واخد بالك، من اول الادوات لكل حاجه تخص اللعيب هو مسؤول عليها مسؤوليه تامه، بحيث ان هو يخلي المدير الفني نازل الملعب كل حاجته موجوده وكل حاجته جاهزه، ما يشغلش دماغه غير بالجزء الفني بس. يعني ده شغل العامل، ان هو يوفر كل حاجه موجوده في المنظومه. التمرين بيبقى بالنسبه لي يوم عادي، انا باجي احضر كوري وقمصاني وميتي وتلجي، وانزل ابقى مع المدرب مجهز ادواته كلها، بحيث ان هو لما يطلب حاجه تبقى موجوده، بحيث ان هو الوقت اللي محدد للتمرين يبقى مخصصه للتمرين بالظبط، ما يبقاش عنده حاجه ناقصه في حاجه يعني. واللي بيساعدني كده طبعا كل مديرين القطاع كانوا موجودين، بيوفروا لي كل ادواتي، بحيث ان انا اوفر للمدير الفني كل حاجته اللي موجوده. الاستراحه بدات بيا كعامل وحيد بس، وكان معايا استاذ فتحي كشكي ساعتها، كان مدير الاستراحه كنت انا وهو في البدايه، وبعد كده هو بقيت جانا استاذ جلال كان المدير بتاعنا، وكان معانا بقى كلاعيبه كانوا صغيرين، كان الكابتن حسام غالي والكابتن اسامه حسني والكابتن عماد متعب، دول كانوا كلهم معايا صغيرين. كنت انا كعامل مثلا ما ينفعش انام لاخر واحد، على اساس ان انا اخش اتمم على السراير كلها واللعيبه نايمه، اللعيب بقى اللي مش متغطى مثلا اغطيه، لعيب نايم المخده وقع من تحت دماغه وانا اعدلها له، الكلام ده كله. اخر حاجه بالليل بروح قافل الباب وداخل تاني. الصبح بدري بقوم بحضر الفطار، لان احنا كنا بناكل قبل ما نستلم المطعم. كنت بحضر لهم بقى الفطار، واللي بيروحوا على مدارسهم، واللي عنده تمرين، واللي بيجري في التراك كده. المهم ان 7:30 الصبح ديت ما بقاش لعيب نايم على السرير. يوم التمرين بنطلع الميه والقمصان والكور، وبنجهز الملعب للمدرب، بيقول لي اعمل مربعات اعمل حاجه، فبنجهزها له يعني. يوم الماتش نفس النظام، بيقول لي جهز التسخين بتاعي، جهز الميه، بجهز الميه، بجيب الميه للعيبه، بجيب اللبس بتاع اللعيبه، لبس الماتشات. باجي قبلها بحوالي 4 ساعات كده كمان، كان بيبقى القمصان الكور اللي براجع عليها عشان تبقى منفوخه زياده ناقص بتاع، بننفخها بالظبط. العلامات